مشاهدينا ولمزيد من التفاصيل عن تطورات الحرب الصهيونية على قطاع غزة، ينضم إلينا عبر سكايب من القدس المختص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ فراس ياغي. مرحبا بكم أستاذ فراس. مساء الخير وتحياتي لكل مشاهدي قناة الرافدين. مساء الخير عليكم. بعد أكثر من 5 أشهر على العدوان، مجلس الأمن يتبنى أخيرا قرارا يقضي بوقف إطلاق النار في غزة، برأيكم ومن المعطيات بعد 5 أشهر على الحرب، هل ستلتزم إسرائيل بهذا القرار؟ يعني واضح أولا أن أخيرا المجتمع الدولي الظالم الذي انتظر أكثر من 6 شهور على عملية الإبادة والإجرام التي تحدث في داخل قطاع غزة ولا تزال تحدث في داخل قطاع غزة يتخذ قرار، ولكن هذا القرار وفقا للفصل السادس وليس للفصل السابع، بما معنى أن إسرائيل إذا لم تلتزم بهذا القرار فليكون هناك عقوبات من قبل مجلس الأمن ضد إسرائيل بهذا الخصوص. ولكن مغزى ذلك يشير إلى أن المجتمع الدولي ضاق ذرعا بنتنياهو وبسياسة نتنياهو، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لديها تغيرات على مستوى السياسة تجاه إسرائيل، خاصة بعد زيارة بلينكين الأخيرة لإسرائيل عندما قدم وطالب نتنياهو بعدم الذهاب إلى اجتياح رفح، ورفض نتنياهو بهذا الخصوص كما ورغب كل الإغراءات التي قدمها بلينكين لنتنياهو، حتى أن بلينكين أشار له بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تدعم استراتيجية نتنياهو ما بعد الحرب في قطاع غزة إذا لم يذهب باتجاه الاجتياح رفح. ومع ذلك قال نتنياهو أنه ذاهب لاجتياح رفح مع أمريكا أو بدون أمريكا بهذا الخصوص، ووضح للأمريكي بأن نتنياهو يختار وضعه الشخصي ويختار ائتلافه ويختار المتطرفين في حكومته على المصالح الأمريكية في المنطقة بهذا الخصوص. لذلك أرادت الولايات المتحدة أن ترسل رسالة إلى إسرائيل بهذا الخصوص، ولكنها ليست رسالة قوية على الرغم من ارتداداتها في الداخل الإسرائيلي. ونرى الآن الكثير من أعضاء الكنيست من يش عتيد وزعيم المعارضة إير لابيد وميرون شيلي ميرون وتسيفي ليبنس وزيرة الخارجية السابق وأهود باراك رئيس الوزراء السابق ووزير الدفاع، الذي كلهم قالوا وتحدثوا أن نتنياهو يأخذنا إلى قاع بلا نهاية وإلى تصادم مع الجانب الأمريكي وإلى عزلة دولية، وأنه الانتخابات المبكرة هي الأفضل للخروج من الأزمة التي تعاني منها إسرائيل. رغم ذلك نسمع يوآف جالنت وهو في واشنطن بأن وقف إطلاق النار قبل الإفراج عن الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة مسألة سماها غير أخلاقية، ونسي أن يقول أن كل ما تقوم به إسرائيل في داخل قطاع غزة ليس فقط غير إخلاقي ولكنه يعد من باب جريمة الحرب ومن باب الإبادة والتطهير العرقي. هنا أيضا هل تجدون القرار منصف برأيكم من ناحية بنود هذا الاتفاق، وهو يتحدث عن وقف لإطلاق النار في شهر رمضان حصرا مع حذف عبارة وقف دائم لإطلاق النار بسبب الاعتراض الأمريكي، هل ربما ستعود إذا ما توقف وقف إطلاق النار، هل ستعود الحرب مرة أخرى والعدوان بعد رمضان؟ يعني أولا هذا القرار يطالب وقف إطلاق نار فوري فيما تبقى من شهر رمضان، والعمل على وقف إطلاق نار دائم ومستمر، بما معنى أنه أشار إلى أهمية الذهاب إلى مسألة الوقف المستمر ولإطلاق النار في داخل قطاع غزة، بما معنى أن العالم يريد في البداية هدنة، هذه الهدنة الإنسانية تمكن من العمل من أجل وقف الحرب ووقف عملية الإبادة على داخل قطاع غزة. في نفس الوقت يطالب بالإفراج عن الرهائن، لم يربط وقف إطلاق النار بمسألة الرهائن مع بعضها البعض، ولكن البعض يحاول أن يفسر القرار كما يريد. لذلك نستطيع أن نقول وفق كلام المندوب الروسي أن هذا القرار يحمل عدة أوجه، ولكن في حقيقته يعتبر تطور إلى حد ما، ورغم أنه لا يوجد لدينا وهم بأن العالم قد يفرض على إسرائيل وقف إطلاق النار، ولكن هذه عزلة جديدة لإسرائيل وإشارة جديدة لنتنياهو ولممارسات نتنياهو. والكارثة الإنسانية في داخل قطاع غزة هي تفرض نفسها على العالم ككل، هناك عملية إبادة وإجرام تحدث في داخل قطاع غزة، هناك إعدامات
ميدانية في مستشفى ومجمع الشفاء وفي حي الأمل، مستشفى الأمل في خان يونس. هناك فيديوهات وإثباتات رسمية تثبت على أن إسرائيل تخترق كل القانون الإنساني الدولي في داخل قطاع غزة، وهذا ما يستدعي لأول مرة أن يشير العالم إلى إسرائيل بأن عليها أن توقف هذه الممارسات في داخل قطاع غزة. وهذا يعني أن العالم يتغير تجاه القضية الفلسطينية وتجاه ما يحدث في منطقتنا، ويعلم جيدا أنه دون وجود دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل لن يكون هناك أمنا ولا استقرار للإقليم ككل، وأن كل ما يدعو إليه نتنياهو من مفهوم النصر الحازم والنصر الساحق وما إلى ذلك من أهداف هي غير واقعية، وأن أمريكا تعلم أن نتنياهو يكذب وأن نتنياهو ذاهب فقط إلى حرب بلا نهاية. طيب، لهذه الحرب لكي يستمر في مقعد رئاسة الوزراء. فيما يتعلق بهذا القرار وهو يتضمن ضرورة إطلاق سراح المحتجزين الذين لدى حمقومة دون قيد أو شرط، ما الذي يضمن أن لا تعود إسرائيل إلى استئناف حربها على غزة مرة أخرى بعد أن تحقق هدفها المعلن من العدوان وهو استعادة المحتجزين؟ يعني إذا كانت حماس اليوم تملك ورقة ضغط على إسرائيل ورغم هذا إسرائيل تمارس هذا العدوان البشع، فكيف إذا ما سلمت كل المحتجزين لديها؟ هذه مسألة مهمة وأساسية، يعني بما معنى أولا دعنا نذهب إلى وقف إطلاق نار فوري، وسنذهب إلى حديث إلى استدامة في وقف إطلاق النار، ثم نتحدث بعد ذلك عن موضوع الرهائن الموجودين في داخل قطاع غزة. لا يعقل أن تقوم حماس بالإفراج على عن الرهائن دون أن يكون هناك وقف إطلاق نار دائم ومستديم في داخل قطاع غزة، ولا يعقل أن يتم الإفراج عنهم دون أن يكون هناك انسحاب من قطاع غزة، ولا يعقل الإفراج عنهم دون أن يكون هناك تبادل للأسرى. لذلك أنا قلت مغزى هذا القرار الجديد هو تغير من العالم تجاه النظرة لإسرائيل، لأنه منذ البداية والعالم كله يقول يحق لإسرائيل أن تدافع عن نفسها، يحق لإسرائيل أن تقوم بالقضاء على حماس في داخل قطاع غزة. أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا دعم مباشر لإسرائيل في كل شيء، من ناحية السلاح ومن ناحية المنظمات الدولية ومن ناحية المساعدات المالية والاقتصادية والعسكرية بشكل كامل. الآن العالم كله يتحدث عن ضرورة وقف إطلاق النار بغض النظر عن طرح مسألة الرهائن في قرار مجلس الأمن، ولكن على إسرائيل أولا أن تلتزم التزام كامل بوقف شامل لإطلاق النار من أجل أن يتم الذهاب إلى البحث في مسألة صفقة وتبادل أسرى بهذا الخصوص. طيب، نتنياهو أيضا علق بلغة المعترض على قرار مجلس الأمن وقال أنه يهدد جهود حكومته في حربها الحالية على غزة. ما السقف الذي تريده حكومة نتنياهو المتطرفة من أمريكا مع كل هذا الدعم الذي تقدمه وقدمته واشنطن إلى إسرائيل؟ هنا المغزى الحقيقي، وهذا سؤال مهم جدا، لأن التغير الذي طرأ على الموقف الأمريكي كان في نقطتين. النقطة الأولى المجزرة التي حدثت في دوار الكويت والناس تنتظر المساعدات وأدت إلى استشهاد 118 فلسطيني وجرح أكثر من 400 فلسطيني، وبالتالي بدأت الموضوع الكارثة الإنسانية تضغط بنفسها بشكل كبير على الولايات المتحدة الأمريكية. وفي زيارة غانتس إلى البيت الأبيض تم الإشارة بهذا الموضوع إلى غانتس، وطلب منه عدم الذهاب باتجاه غزو رفح واجتياح رفح. ومن ثم بدأت الإدارة الأمريكية تناقش المسألة وخلصت إلى أنه يجب على منع إسرائيل من اجتياح رفح، فأتى بلينكين إلى إسرائيل بهذا الخصوص، وعندما تفاجأ بردود فعل نتنياهو أتى وقرار مجلس الأمن الجديد، لأن وصلت أمريكا إلى قناعة بأنه لا يمكن لنتنياهو أن يقتنع فقط بمجرد الحديث معه ولا بمجرد الإغراءات، لأن نتنياهو محكوم لائتلاف المتطرف ومحكوم لأوضاع شخصية تتعلق به شخصيا كرئيس للوزراء. فأرسلت هذه الرسالة إلى نتنياهو عبر مجلس الأمن التي أثارت ضجة كبيرة في الداخل الإسرائيلي، لأنه لم يكن هناك سياسي في داخل إسرائيل يحلم يوما ما أن لا تقوم أمريكا بالفيتو في داخل مجلس الأمن إذا ما كان أي قرار ضد إسرائيل بهذا الخصوص، وكانت دائما إسرائيل تتغنى بأنها محمية أمريكية
وأن أمريكا هي التي تحميها، ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تنقذ إسرائيل من نفسها، لأن بلينكين تحدث بوضوح بأن إسرائيل ذاهبة من حيث لا تدري إلى أن تتورط في قطاع غزة، وذاهبة لاحتلال لقطاع غزة، وذاهبة لحرب استنزاف، وذاهبة لعدم استقرار في كل المنطقة، لأن معنى الذهاب إلى رفح استمرار المعارك في كل الجبهات المفتوحة، إن كانت في شمال فلسطين أو إن كانت في اليمن أو إن كانت في العديد من المواقع الأخرى. ومن هذا المنطلق أمريكا معنية باستقرار في كل الشرق الأوسط للذهاب نحو مصالحها ونحو رؤيتها بهذا الموضوع. فأعتقد أن هذا المغزى الأساسي، بغض النظر عن بعض القضايا التي تظلم الشعب الفلسطيني حتى في قرار مجلس الأمن الأخير. الأستاذ فراس ياغي المختص في الشأن الإسرائيلي كنت معنا من القدس، شكرا لكم على هذه المداخلة. شكرا.